كمان بوابة فيتو قالت أن بعثة فريق براعم كرة القدم في النادي الأهلي مواليد 2006 رجعت القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم جاية من الإمارات بعد انتهاء مشاركتها في منافسات بطولة دبي الدولية. حرصت بعض جماهير النادي الأهلي أنها تستقبل اللعيبة في المطار عشان تهنيهم بعد الفوز بالكاس الفضية. كان النادي الأهلي أو مواليد 2006 فازوا مساء أمس الأول أو أول امبارح بلقب الكاس الفضية في بطولة دبي الدولية واللي بتقام في الإمارات بعد فوزه على ليفنتي الإيطالي بركلات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. تخطى براعم النادي الأهلي كل من عجمان الإماراتي برباعية نظيفة في ربع نهائي البطولة قبل ما يفوز على النصر الإماراتي في نصف نهائي البطولة، وبعد كده خطف اللقب والمركز الأول على حساب ليفنتي الإيطالي بركلات الجزاء الترجيحية. ترأس بعثة النادي الأهلي في دبي المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وضمت البعثة كمان كابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين، كابتن جمال السيد المدير الفني للفريق، ودكتور أشرف عثمان طبيب الفريق، وأحمد فؤاد إداري الفريق واللعيبة. كانوا محمد في حراسة المرمى، فتحي مصطفى في حراسة المرمى، مازن أحمد محمد وأكرم عبد العاطي ويوسف محمد علي وأيمن محمود قطب وياسين أحمد محمد ومحمد أحمد سعد ومصطفى أشرف محمود وعمر زكريا إسماعيل وعمر سيد معوض ومحمد صلاح حماد ومحمد شريف سمير وعمر أحمد علي.